السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم راكم مع كويزين غوستو. اليوم عندي اون غوسيت، عندي غاتو يعني كيكه محشيه بالكريم باتيسيير ونزينوها يعني بالمندارين. فوالا المقادير، هما عندي 250 غرام زبده، حبه بيض، عندي 500 غرام فارينة، وعندي كاس شاي تاع السكر، عندي مغرف يعني مغرف صغيرة تاع سكر فاني سكر فاني، وعندي قبصة ملح، وعندي لهنا نص مغرفة تاع لا لوفور شيميك، وعندي لهنايا باش ندبلو هاد المندارين يعني نطيبوها شويه. عندي كاس تاع الماء وكاس تاع سكر. نقشر المندارين ونحو لها الخيوط تاعها ونحلوها حبه بحبه ونحطوها داخل الكسرونه تغلي شويه يعني قسمه تدبال. هنا عندي زبده اون بوماد، شوفوا شحال طريه. عندي الكاس تاع السكر تاع الشاي، الحبه تاع بيض. نخلطو كلش ونعاود نولي لكم. نخلطو كلش مليح. هنا اللي درت المغرف صغيره تاع لافاني وقفصه ملح، ودرت نص مغرفه صغيره تاع لا لوفور. دوك نخلطهم. هنا راني درت قصه تلت كيسان فرينه، نلمها مليح. هنايا شوفوا راني نلم فيها. هنايا دات لي اكثر من 500 غرام فرينه. دوك نوزن هذا اللي بقى ونقول لكم. سا ديبون الحبة تاع بيض هاديك شحال تشرب، والزبدة شحال يعني فارينة شحال هكدا. سمحولي مانيش نصور مليح. فوالا دوك نعاود نولي ليكم. العجينة واجدة وطرية، شوفوا طرية هايلة. نخلوها ترتاح شوية واحد 5 دقائق برك. قسما نقشر المندارين ونديرها داخل السيرو هذاك. الفارينة شوفوا كما قلت لكم هاي ليك 500 غرام، فرغت كامل هذا وجاتني 500 غرام تاع الفارينة. هاوليك هاي لافارين، هاي ليك 500 غرام، شتوها صافي. العجينه هادي رفدت لي 500 غرام. لهنا نخليها ترتاح شويه وقلت لكم نروح للمندارين نقيها ونديرها في السيرو. شوفوا لهنا الكاس تاع الماء اللي درتو جاني قليل ماشي بزاف، نعاود ندير واحد اخر صافي. ندير زوج كيسان تاع ماء، وعندي سكر عيني هي ميزاني. فوالا دوك ندير كاس ما واحد اخر. نقيت المندارين ودرتها داخل السيرو، خليها تغلي غير شويه باش يتبدل غير اللون تاعها يعني يولي ترانسبارون. هاي ليك. هنا عندي سنيوة وعندي بابي كويسون، هاوليك نديرو فوق سنيوة ونجيب هذا نحطو لهنا، هاد المول نحطو لهنا، ونجيب النص تاع العجينة نسقمها غير بيدي هكا ونحطها هنا ونسرحها كامل داخل هكدا. طلعتها نحو كامل هاد الزايد
هاد الزايد كامل نحوه. فوالا هنا عندي لا كريم باتيسيير، نديرها هنايا. انا كنت مجدتها وخليتها تبرد البارح، اللي وجدتها وخليتها تبرد ليل كامل، درتها داخل الفريجيدار هكذا، تمشوها مليح. هكذا نزيد تاني شوية، معليش هذيك اللي طاح دوك نرفدها. هنا نستفو بيان بيان الكريمة لا كريم باتيسيير، نسقموها مليح. فوالا وانا راني طفيت على المندرين، انا راني طفيت على المندرين لهنا، نخليها غير تبرد غير شوية هكذا، تبرد يعني تبرد مليح. هكذا ندير مندارين، ولي طيبتها راهي تبرد باش نرحيها. هكذا تشبحوها كامل، راني كملتها. نديرها داخل الكوشه 180 درجه حتى تحمر كامل، وهاد الجهه هادي نهبطها انا شويه هكا هكذا. فوالا نهبطها ونعاود نولي ليكم. كملتها دوك نديرها في الكوشه. نص كاس تاع الماء، ودرت لها جيلاتين، درت 20 غرام جيلاتين، نحركها ونخليها تذوب وحدها حتى تجمد. هاي ليك المندارين اللي طيبتها وصفيت السيرو تاعها هاوليك، واني فرغت لا جيلاتين هنايا. دوك نصفيها مليح لا جيلاتين ونعاود نولي ليكم. لا جيلاتين راني نصفي فيها، ومن داك راني ندير لها السيرو هذاك باش تهبط مليح، تصفالي وتهبط. ودوك الحبيبات تاع جيلاتين بقاو لي لداخل صفايا. فوالا فوالا هنايا راهي طابت، شوفوها هكذا، شوفو شوفو شحال شابة جات هايلة، شوفو جات هايلة. دوك كي تبرد شوفو هاديك لاكريم باتيسيير، شوفوها دوك تبرد هاكو، تشوفو كيفاش هي تزغد. دوك تبرد، كي تبرد تشد روحها. ومن بعد عندي هاد السيرو هذا نديرو فوقها كامل داير ساير، ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. خرجتها من الثلاجة، عندي لهنا السيرو اللي خدمناه، شوفوا كيفاش ولا ثقيل، حتى هو كان في الثلاجة. نسربي لهنا عليه، هنايا ما هنا كي تقطعوا المرسو يعني راهو يسيحه، لازم يجي في دون اون اسيت تكون شويه غامقه.
هنا اللي نحيتها من المول تاعها. فوالا شوفوا لا هوتور تاع العجينة. ما هو